السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم معنا في فيديو جديد. النهاردة اتمنى انه يعجبكم. ان شاء الله هنعمل صينية بطاطا بالبشاميل في منتهى الجمال وبمنتهى السهولة. هنجيب ان شاء الله معانا البطاطا، انا كده غسلها كويس جدا بفرشة مخصوص بتاعت الخضار، بقلعك بيها البطاطاية كويس قوي وانضفها عشان هي جذور طبعا فبتبقى مليانة طينة ورواسب، فانا ايه بدعكها كويس جدا بالفرشة بتاعت الخضار. وبعد كده ببتدي اقطع اقطع الاجزاء اللي في الجناب دي بالسكينة كده زي ما انت شايفة، وبعدين هرجع بعد ما اعملهم كلهم هبتدي اغسلها تاني كويس قوي واصفيها من المية بتاعتها. بصي بتبقى بالمنظر ده زي ما انت شايفة كده، بقطع اي اجزاء شكلها مش كويس وارجع اغسلها تاني. طبعا يستحسن والافضل تنقيها سليمة خالص، ما يكونش فيها اي حاجة مكسورة ولا اي حاجة، لا احنا عايزينها سليمة بالشكل ده. بعد كده بجيب الحلة اللي هعمل فيها وابتدي ارص البطاطا بالشكل اللي انت شايفاه ده، برصهم كلهم فيها. وبعد كده ممكن بقى تحطي ربع كوباية مية، حاجة بسيطة جدا جدا، ونبتدي نحطها على النار. هتغطي الحلة بغطاء محكم، وبعد ما تحطيها على النار هتبتدي توطي النار خالص، تخليها اقل حاجة ممكنة عشان احنا عايزينها تستوي على البخار بتاع شوية المية الصغيرين اللي احنا حاطينهم. مش هتاخد وقت كبير ابدا على النار، مجرد ما تحطي فيها السكينة تلاقيها يعني سهلة جدا ومفيش اي حاجة، يعني استوت جدا. هتبتدي تطفي عليها النار، هتاخد في حدود نص ساعة لان احنا هنكون موطين النار جدا جدا. هتبتدي بقى تغطيها وتسيبيها على النار. وبعد كده هروح اعمل انا البشاميل في نفس الوقت. هحط معلقتين كبار سمنة بلدي، وهحط معلقتين كبار دقيق. طبعا لازم يبقى السمنة قد الدقيق عشان ما تكلكعش معاكي وتديكي بشاميل كويس جدا. هنقلبه كويس جدا جدا في السمنة، بس لاحظي ان انتي ما تخليهوش ياخد لون، احنا عايزينه يستوي، الدقيق يستوي ياخد يشرب السمنة كويس قوي، في نفس الوقت مش عايزينه ياخد لون لانه لو خد لون هيغمق وهيديكي شكل مش كويس وطعمه ممكن يبقى يعني كأنه محروق، ودي حاجة مش محببة ابدا. او كده اتحمص كويس، هنزل عليه بكوبايتين لبن، معلقة كل معلقة سمنة عليها معلقة دقيق عليها كوباية لبن، ده معيار مظبوط جدا لأي بشاميل انت حابة تعمليه سواء حلو او حادق. طبعا بقى احنا بنكون مجهزين السكر، عبارة عن نص كوباية سكر، واحنا معانا البطاطا كيلو الا ربع بطاطا. وافضلي بقى قلبي كده لغاية ما يدوب معاكي خالص خالص وتبقى متجانس معاكي، وبالمضرب هيكون احسن طبعا او اسرع. وحطيت نص كوباية السكر، وطبعا البشاميل ما تسيبوش ابدا على النار، لازم تفضلي تقلبي فيه لغاية ما تحصلي على القوام اللي انت عايزاه اللي هو ما بين المتماسك وما بين السائل، وكمية دي كفاية جدا لكيلو لربع بطاطا. وبكده بيكون البشاميل بتاعي جاهز وقوامه زي ما انا عاوزاه. بحطه على جنب بقى وابتدي اقشر البطاطا، طبعا بتكون استوت، وابتدي اهرسها واخليها بيوري ناعم خالص، واكون طبعا بشاميل جاهز وكل حاجة جاهزة خلاص. كده هبتدي احط شوية بشاميل على البطاطا بتاعتي لان محطتش عليها سكر، فمش من المقبول ابدا ان يبقى في طبقة البشاميل اللي فيها سكر والبطاطا طبيعية قوي ما فيهاش اي نسبة سكر عادي، لا لازم نبقى متجانس، يعني يعني الطعم تقريبا قريب من بعضه. فباخد شوية بشاميل احطهم على البطاطا واقلبهم كويس جدا لغاية ما يختفي البشاميل معايا مع البطاطا. طبعا السكر كده بيتوزع معايا وبيخلي طعمها جميل جدا جدا، يعني بجد حاجة وهم، يعني هتعجبكم ان شاء الله الطريقة دي في منتهى الجمال. طبعا رشة قرفة بقى على الموضوع ده بيديله طعم خرافة. ولو حابة تعملي مكسرات فيها طبعا بتختاري النوع اللي يعجبك. بس كده ابتدي بقى جهز معايا الصينية.
بعد كده بجيب الصينية احط فيها البشاميل، اعمل طبقة خفيفة كده في الصينية من تحت. انا عايزة الطبقة بتاعتي متماسكة، فالبشاميل هيمسكها لي كويس قوي من تحت ومن فوق، فهتبقى ايه طبقة جميلة جدا، تبقى قطعة جميلة جدا شكلها كمان. يعني هبتدي انزل بالبطاطا بتاعتي كلها في الصينية وافردها واخليها ايه كلها متساوية يعني. وبعد كده هنزل بالبشاميل بعد ما افردها كويس قوي، خليها طبقة حلوة مفرودة، هنزل بالبشاميل بتاعي على الوش بمنتهى السهولة. افردي بقى البشاميل لكل الكمية على الوش، ولو حابة تحطي مكسرات حطيها قبل البشاميل عشان ما تتحرقش، لو حطيتيها على الوش هتتحرق، فبتحطيها بين البطاطا وبين البشاميل. افرجيه بقى كويس جدا، حاولي تخليه متساوي عشان الشكل النهائي يبقى جميل. وبعد كده بتكوني مجهزة الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد نص ساعة في الفرن على الرف اللي في النص، وبعد كده بتطفي الفرن وتشغلي الشواية بس، بتقعد حوالي 10 دقايق عشان تاخد اللون الجميل اللي قدامك دوت. واحنا حطينا استخدمنا لبن كامل الدسم بالقشطة بتاعته، والنتيجة الحمد لله طلعت جميلة جدا جدا ورائعة، طعم رائع وشكل رائع. طبعا مش هتبقى خرطة ابدا كده غير بعد ما تهدى من السخونية، لو هي سخنة هتبقى سايلة معاكي شوية يعني، هتبقى ايه لسه مش متماسكة للدرجة دي. وده بالنسبة لأي نوع بشاميل، وده شكلها النهائي، واتمنى تجربوها بالطريقة البسيطة دي، والله في منتهى الجمال والروعة. وشكرا ليكم، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واتمنى اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.